ننتقل معكم الآن مباشرة مشاهدينا إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث يجري اليوم التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار الليبي بالترتيب يا على مهندس. قوائم الساعين لعضوية نعم، المجلس هي الرئاسي ملاحظة، ورئاسة استدعني، هل الحكومة. القوائم لها تسميات أم لها أرقام؟ تسلسل القوائم في ورقة الاقتراع بناء على وقت استلامها، كل قائمة مرقمة برقم، بالإضافة إلى ورود أسماء كل المترشحين في القائمة في ورقة الاقتراع، ووجود مربع للتصويت لهذه القائمة أو تلك. فستجد داخل ورقة الاقتراع رقم للقائمة زائد أسماء المترشحين ضمن تلك القائمة زائد مربع لغرض تأشيره لأجل اختيار قائمة معينة دون أخرى. بالنسبة للتصويت المساعد، كما خبرنا في المرة السابقة زميلتنا السيدة إلهام سعودي ليست موجودة معنا، قامت بتخويلنا كتابيا، تخويل البعثة كتابيا بتأشير ورقتها وفقا وطبقا لرغبتها، وهذه هي الحالة الوحيدة للتصويت المساعد، وهي الآن موجودة معنا على رابط الزوم. لو في إمكانية أستاذ أحمد تعرض علينا النموذج بتاع التصويت على الأقل حتى الناس تأخذ على فكرة، يعني الزملاء. نعم سيد عبد المجيد، سنأتي بورقة الآن ونطلب من زملائنا المصورين Can we zoom in on the paper, please? More? تمام تمام استاذ احمد. All the names. أوكي. هل هناك أي أسئلة تتعلق بعملية الاقتراع أو العد؟ طبعا سنقوم بعملية العد أيضا برقابة اللجنة، لجنة التدقيق ستكون موجودة قريبا من الطاولة كما طلبتم حضراتكم في المرحلة الأولى من التصويت. نعم سيد عبد الرحمن. إذا افترضنا أن هناك جولة ثانية، هل هناك وقت بين الجولة الثانية والثالثة أم مباشرة بعد الجولة الأولى ندخل الجولة الثانية؟ شكرا سيد عبد الرحمن. إذا لم تفز أي من القوائم بنسبة 60% من مجموع الأصوات الصحيحة فقط فسننتقل إلى جولة ثانية. سيكون هناك فاصل زمني بين الجولة الأولى والثانية وهو ساعتان. دكتور عبد الرحمن، هو الموضوع ليس يتعلق بآلية التصويت، ولكن أنا كنت أتمنى أن يكون هناك تعهد آخر بنفس الوضوح ومنصوص عليه في شروط الترشح، وتعهد من المترشحين الفائزين أن يتعهدوا أن لا يتقدموا للانتخابات التي ستأتي بعد هذه المرحلة التنفيذية. أنا عارف موجود أصلا يا جماعة، أنا عارف موجود أصلا، أنا بس نريد نأكد عليه، أنا عارف موجود في نصوص الترشح. شكرا. شكرا سيد عبد الرحمن. نعم سيد عبر. ما فيش احتمال لأن تحصل النسبة تعادل في القائمتين الأخيرتين، ما هو الحل؟ سنطلب من اللجنة الاستشارية بتزويدنا بإجراءات تكميلية. أسئلة أخرى؟ نعم سي زهرة. ماذا لو في الجولة الثانية
كان نسبة المصوتين أقل من 50%. لا تحتسب النتيجة على نسبة المصوتين من العدد الكلي، تحتسب النتيجة على نسبة المصوتين فقط. يعني لو صوت على سبيل المثال من 74 واحد، فتكون 100% هي الواحد. ولو صوت 73 من 74 فستكون 100% هي 73 وليس 74، فهي فقط من المصوتين. يعني لو في الجولة الثانية 34 واحد فقط شارك وصوت سوف تعتمد هم 100%. فمن 100% نحتسب أي القوائم تحصلت على 50% زائد واحد. سيد خالد، عفوا سيد خالد، أنت ذكرت اللجنة سيد أحمد، سوري تعودت على خالد. ذكرت اللجنة الاستشارية، شن دورها اللجنة الاستشارية في الموضوع؟ إذا وصلنا إلى إجراء معين غير موجود وغير موصوف ضمن الآلية المتبناة فنرجع. إذن كان هذا جانب من ملتقى أعضاء الحوار الوطني الليبي في جنيف، مدينة جنيف السويسرية، وذلك للتصويت على قوائم المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة والمناصب التنفيذية المختلفة. وكما تابعنا من خلال أسئلة المشاركين في هذا الملتقى، هناك يعني لبس أو عدم فهم كامل لآلية التصويت على شكل القوائم. طبعا ينضم إلينا مراسلنا عبد الناصر خالد الوقوف أكثر على حيثيات هذه الجلسة. عبد الناصر، يعني هذا الخلاف أو عدم الفهم الكامل لآلية القوائم، التصويت بالقوائم، كيف ينظر له المتابعون والمحللون الليبيون؟ بالنسبة للتصويت على القوائم التي تم تسكيتها وهي 4 قوائم بالنسبة لأعضاء منطقة الحوار السياسي، تم بداية الاتفاق على ضرورة أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية، بمعنى أن تكون هذه التزكيات موزعة على الأقاليم الثلاث، أي المنطقة الغربية 8 والمنطقة الشرقية 6 وبالنسبة للجنوب 3 تزكيات، وبالتالي يجب أن تحصل كل قائمة على هذه المجموعات بمعدل 17 تزكية. بالتالي تم ترشيح 4 قوائم بعد الحصول على هذه التزكيات المطلوبة. لكن مسألة التصويت التي عملية التصويت التي ستبدأ بعد قليل على القوائم الأربعة، يجب أن تحصل القوائم على نسبة 60% من أصوات الأعضاء. لكن في حال إذا لم تصل أي قائمة إلى النسبة المطلوبة وهي 60%، بالتالي سيتم اختيار أعلى قائمتين حصلتا على نسب مرتفعة إلى حد ما يتم التصويت عليها في جولة ثانية بنسبة 50% من الأصوات زائد واحد. لكن لا أحد يعلم إذا كانت فعلا سيصل أعضاء منطقة الحوار إلى هذه الجولة الثانية، لكن ربما الساعات القادمة ستحدد ذلك. لكن ربما القائمة الأكثر والتي ستحصل على أصوات ربما من الجولة الأولى هي القائمة التي يعني بدأ حتى الحديث يدور عنها في الشارع هنا، وهي برئاسة رئيس مجلس النواب عادل صالح، وفي عضويتها النائب الأول أمر الغرفة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، كذلك بعضوية المرشح الأكثر من مكرم فزان وهو ممثل مجلس النواب في دول المغرب العربي عبد المجيد سيد النصر، وبرئاسة طبعا رئاسة الحكومة بالنسبة لوزير الداخلية فتحي بشاغة. ربما هذه أكثر قائمة ستحظى بالأصوات، وربما ستكون حتى وإن كانت انتقلت عملية التصويت إلى جولة ثانية ستكون أيضا موجودة هذه القائمة إلى جانب قائمة أخرى قد تحصل على نسب متقاربة، وبالتالي ستخضعان هاتان القائمتان إلى تصويت بنسبة 50% زائد واحد. وربما هي الفائزة خاصة مع تعالي الأصوات هنا يوم أمس من عدة منظمات وتيارات سياسية مطالبة باستبعاد الشخصيات الجدلية، في إشارة إلى طبعا رئيس المجلس عادل صالح، وهو ما يؤشر الآن هذه القائمة ربما ستفوز بالجدلية وستحصل على يعني تصويت الغالبية أعضاء منطقة الحوار السياسي. نعم، شكرا لك عبد الناصر خالد، وطبعا سنبقى على تواصل في سياق نشرات اليوم في حال ظهر أي جديد من خلال هذه الجلسة. شكرا.